أنا بكفر قاسم اليوم رح تشوفوا إشي ما صار. بعرف كل اللي على اللايف رح يتمنوا يكونوا محلي. الشيف إياد اللي عم بتشوفوه لحمة بالعسل عم بصير إشياء إجرام. أنا بمكان بكفر قاسم. ركزوا بهذا اللايف، ركزوا رح تشوفوا اشي عمركم بحياتكم ما شفتوه. طلعوا اللحمة، طلعوا الناس هون جايين من عكا، من كل المناطق. شوفوا ما أحلى أسلوبه كيف بيتعامل مع العالم. ورجيني كيف. طلعوا مجرم مجرم. أنا بكفر قاسم يا جماعة، أنا بكفر قاسم. طلع أنا بكفر قاسم يا جماعة، بمحل عند شيف اسمه إياد، يعني مش طبيعي. بقدر أورجيهم؟ ورجيهم. صحة وعافية. صحة وعافية. طلعوا الناس بتوقف على الدور، الناس بتوقف على الدور. هاي دي اصورك انت. اكتشافات فؤاد البزار. فؤاد انت بتتوهم مع هذا المحل. صح. اسمعوا لسه خليكم. لا يا فاروق، هاي لحمه معتك. طلع هيك بس. مش طبيعي هالشيف. فظيع. رائع. راسه كيف الطعم؟ إجرام؟ طبعا فؤاد جاي خصوصي عشان الموضوع. طلع الله. طلع اللحمة. ياك جايين اصحاب الشمال مع العسل يا درويش. اشي خيال. شو هالمحل اللي انا فيه؟ اول مره باجي عليه، بس مش طبيعي يا جماعة. طلع قديش معنا على اللايف.
طلعوا 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 ايش رح يصير هلا، طلعوا طلعوا شو رح يصير هلا. مزز تحت زي ما انتم شايفين على الفحم، كله فرون على الفحم، فرون على الفحم، طلع على الفحم كله، طلع 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 طلع. 8 ساعات بالفرن، 8 ساعات بالفرن يا جماعة. المحل هذا بيفتح خميس جمعة سبت الساعة 4 فقط. طلعوا العالم، طلعوا العالم كيف بتوقف تصور. طلع 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 طلع، ركزوا ركزوا يا حبيبي، طلعوا يا لهوي. الجليل الأعلى اسم المطعم، الجليل الأعلى، ملحمة الجليل الأعلى، ملحمة الجليل الأعلى بكفر قاسم يا حبيبي. إدراس ملحمة الجليل الأعلى. إدراس مش حدا زيه بكل البلد، رقم واحد. طلعوا العالم العالم العالم. زي ما تقولين علي طلعوا 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 طلعوا. الساعة 4 حبيبي هلا، بس الساعة 4 هلا بعطيكم التفاصيل. هو بيفتح من الصبح للساعة 4. طلعوا طلعوا الساعة 4 بكفر قاسم يا جماعة. شوي 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 يا حبيبي. هاي طفوها الحمد لله. ما شو اعمل انا بالبهمني اللايف. طلع 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 هيك بنكش راس على الكل. واو طلع 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 مش طبيعي شيف، مش طبيعي شيف، مش طبيعي. طلع طلع الله يعينه. لازم تشوفوا شو رح يصير هلا. بدك تاكل وتشبع. بتضلك تاكل طبعا لتشبع. بضل يعبي لك يعبي لك. بضل يعبي. بجنن خرافي.
طلع طلع هي هي بعدين بعملها هيك هي 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 زياد معلم والله يا عمي معلم طلع 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 بحط عسل بكفر قاسم يا جماعة أنا بكفر قاسم رهيب رهيب والله نار انت شو ما فيش لك دور هلا يلا واقف طلع بحط عسل يا منجد احنا في مطعم كثير مشهور لفلسطيني بكفر قاسم ببيع لحمه الفكره انك انت بتدفع بس 140 شيكل وبتضلك تاكل لحمه لا تشبع لا تشبع صح ولا لا يا عفاف هاي لفؤاد يعني انتوا عارفين عاده هيك محلات الناس بتفكر انه الاسعار كثير غاليه بس لا انتوا بتاكلوا بس ب 140 شيكل قد ما بدكم بس لا تشبعوا الناس قالت لحالها تيجي دورها هلا بحكي لكم السر بعد كل شيء هذا المطعم شايفين كل هاي اللحمة اللي شفتوها كلها بس كل طبق ب 140 شيكل على الشخص الواحد بدفع 140 وبضل ياكل ليشبع سلطات فري مشروبات فري وبيفتح بس خميس جمعة سبت هذه الفكرة انه بيفتح بس ويكند وطول باقي الاسبوع بيكون ملحمة بس خميس جمعة سبت بيفتح للعالم رهيب رهيب ايش اكلتي؟ طلع قديش عسل قديش معجوقين العالم انت اكلت مع عسل؟ عسل سك 100 140 بس انتوا عارفين هاي اللحمة طلع 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 وهلا ايش رح يعمل حرام على الوقت يا جماعة اسم المطعم ملحمة الجليل الأعلى في كفر قاسم طلع 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 هذا المطعم بكفر قاسم طلع 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 يلا 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 بطعم العالم الله مية واربعين ممتاز مالكم هيك وجبات مش دبل ولا تريبل اكتر اسمها هي اسمها طبعا بس يعرفوا قديش الشخص وبيعملوا على هواهم كل واحد بيطلع له بلتر هلا لنشوف فؤاد ايش بده يطلب عبيها انا خلصها وعبيها خلصها وعبيها خلصها وعبيها خلصها وعبيها بتقدروا هاي هاي مرة صح؟ راحت علينا هذا هذا اكثر من براك فلسطين هذا فلسطيني الحلو انه فلسطيني يا جماعة طلع 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 طلع
رائد خرافي. لحمة هالطة. طلع طلع العظم، طلع العظم، طلع كيف بيطلع العظم، طلعه. واو العالم. طبعا دور اياد الحسن، صح اسمه اياد الحسن. كان موجود في امريكا في تكساس يا جماعه. بالعكس هو انغش منه في شيء. يا هلا ضغط ضغط، انت مش شايفه. طلع طلع طلع. الناس تعرفه. شوف ايش هاي. هذه مدامته. حاضر رائد. هذه مدامته، شيف حلو. طلع 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 طلع. طلع يما. واو واو واو.